بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك عليم. معكم زميلكم احمد سامي فرقه تانية. النهارده ان شاء الله هنشرح فيديو مراجعه سريع لمحاضره التريماتود بتاعتنا اللي هنتكلم فيها عن الباراجونيمس وعن الشيستوزوما. الباراجونيمس اللي هي بتعيش في اللنج والشيستوزوما اللي بتبقى في الدم. اول حاجه ناخد موضوع الباراجونيمس الاول. الباراجونيمس دي بتبقى اسمها باراجونيمس فيسترماني. ليه اسمها باراجونيمس فيسترماني؟ اسمها بارا لان الجينيتاليا بتاعتها بتكون موجوده على جنبين البارازايت. طيب تمام، بتعيش فين؟ بتعيش في اللنج، يبقى هي لنج فلوك، يبقى البارازايت دي بتعيش في اللنج. طب تمام، بيكون موجود على شكل ايه؟ بيكون موجود على شكل حويصلات في اللنج، مجمعه نفسها على شكل حويصلات في اللنج، وده الشكل بتاعها. طيب هنتكلم ايه عن الباراجونيمس؟ هنتكلم عن السيس جيوغرافيكال ديستريبيوشن، عن المورفولوجي واللايف سايكل، هنتكلم عن الدياجنوزس والافكت بتاعها وكلينيكال بريزنتيشن، وهنتكلم برضو عن التريتمنت والبريفنشن. تعالى كده واحده واحده. الديسيز بتاعنا اسمه ايه؟ باراجونيميزس. طيب هتفتكرها ازاي في الامتحان؟ هقول لك الديسيز البارازيت اسمها ايه. باراجونيمس، هناخد اول مقطع منها اللي هو باراجونيمس ونزود عليها المقطع ييزس، يبقى باراجونيميزس. طيب تمام، البارازيت دي بتعيش فين او بتكون موجوده فين؟ بتكون موجوده في المناطق الساحليه، واركز على كلمه المناطق الساحليه دي عشان احتاجها كمان شويه. بتكون موجوده في المناطق الساحليه، يعني بتكون موجوده في شرق اسيا واليابان. طيب تمام، ده الجيوغرافيك ديستريبيوشن. هنخش على المورفولوجي. المورفولوجي ان المورفولوجي دي بيبقى فيه ادلت وفي ايج. الادلت او المرحله البالغه بتاعتها دي بتكون الادلت بميجرز 10 15 ملم. طيب تمام، طيب بتكون على شكل ايه؟ بتكون على شكل حبايه قهوه، كافي بين شيب. بص على شكل نفس شكل حبايه القهوه، حتى الخط اللي في النص اهو، يبقى على شكل يبقى كافي بين شيب، يبقى الادلت 10 15 ملم وكافي بين شيب. طيب ليه اسمها؟ فاكر ما قلنا باراجونيمس؟ لان الجينيتاليا بتاعتها والاعضاء التناسليه بتاعتها بتكون موجوده على الجنبين. اهو دي الاعضاء التناسليه بتكون موجوده على الجنبين، نقط سودا هنا ونقط سودا هنا. طيب تمام، تعال نخش على الايج. الايج بتاعتها بيكون 60 90 مايكرو. تعال نطلع مواصفات الايج من غير ما نشوف الكلام. اول حاجه ان هي شكلها بيضاوي. طيب تمام، وهنا لو تلاحظها زي ما تكون ازازه نايمه على جنبها، وفي هنا غطا، شايف الغطا زي ما يكون غطا ابيض. طيب تمام، طيب هنا الجنبين شبه بعض، لكن هنا ونفس السمك، لكن هنا تلاقي السمك زياده شويه في الناحيه الثانيه. يبقى ان مواصفاتها ان هي بيضاويه الشكل، من ناحيه في غطا ومن الناحيه الثانيه السمك زايد. ان هي اوبركيوليتد اتوان بول، مغطاه من ناحيه، وسكننج اوف ذا شيل ات ذا اذر نارور بول، ان الشيل بيبقى زياده في السمك الناحيه الثانيه. طب الكونتنت بتاعها يبقى ايه؟ اماتيور سيل ستيج، سيلز اماتيور لسه ما نضجتش. طب تعالى نشوف اللايف سايكل. اللايف سايكل ايه او هي عناصر اللايف سايكل او دوره حياه البارازايت دي؟ الهابيتات. الهابيتات وده بيكون العضو اللي فيه البارازايت او اول عضو بيكون فيه البارازايت، والديفينيتيف هوست ده الكائن اللي بيكون فيه البارازايت. طب الانترميديت هوست دي زي العناصر الوسيطه في دوره الحياه عشان تقدر البارازايت تكمل دوره حياتها. طب ايه هو الانفكتيف ستيج؟ اللي هو الطور المعدي. الانفكتيف ستيج هو الطور المعدي. طب مود اوف انفكشن، الطريقه اللي اتعدى بيها الانسان من البارازايت دي. تعالى واحده واحده كده نتكلم ونقول لايف سايكل في شكل قصه. اول حاجه ان كان في هنا صياد. الصياد ده يا اما بيصطاد سمك، يا اما تف بلغم في الميه، او عمل براز او اسطول في الميه. طيب تمام، سواء البلغم او البراز نعتبر ان فيهم نزل فيهم الايج بتاعه البرازات دي عشان تبدا دوره حياه جديده. اما الايج دي تتحول في الميه للميراسيديوم. اما توصل للميراسيديوم مش هتعرف تكمل دوره حياتها الا لما تحتاج انترميديت هوست او عائل وسيط عشان تكمل في دوره حياتها عشان تقدر تواجه الظروف المحيطه. طيب ايه الانترميديت هوست اللي هتقابله؟ القوقع او السنيل. طيب تمام، اما تخش جوه السنيل وتكمل دوره حياتها، فبتتحول من سبوروسيست لريديا لسيركاريا. اول ما توصل عند السيركاريا ما تعرفش تكمل دوره حياتها، عايزه عائل وسيط تاني. طب ايه هو العائل الوسيط التاني؟ العائل الوسيط التاني اللي هتقابله السلطعون. فاكر مستر السلطع اللي في سبونج بوب؟ اللي هو السلطعون اللي اسمه ايه بقى؟ اسمه كراب. الكراب ده اللي هو العائل الوسيط التاني اللي هتوصل فيه البرازات عشان تكمل دوره حياتها. طيب الكراب ده لما البرازات وصلت ازاي هتخترقه؟ هتخترق انسجه الكراب ده. اما تدخل اما توصل الكراب ده هتخترق انسجته او انسجه العضلات بتاعته عشان تبقى اسمها ايه؟ انسيستد ميتا سيركاريا. انسيستد ميتا سيركاريا دي اخر مرحله قبل ما توصل وهتكون موجوده في الانسجه بتاعت الكراب قبل ما الانسان ياكل الكراب ده، او الكراب ده ياكله حيوان زي الخنزير او النمر ويرجع الانسان ياكلهم. طيب تمام، يبقى قلنا ان اول حاجه
ان الانسان بيتف بلغم ستول او عمل بيتف بلغم سبيوتم عمل براز ستول في الميه، فبيخرج البرازيت في مرحله الايج تحول لميراسيديم. عشان تكمل دوره حياتها لازم عائل وسيط عشان تواجه الظروف المحيطه اللي هو السنيل، بعدين تحول جوه العائل الوسيط ده اللي هو السنيل لميراسيديم سبوروسيستريديا. هتعوز عائل وسيط تاني عشان تكمل دوره حياتها، هيبقى الكراب. هتخترج انسجته، هيتحول لايه؟ من من السيركاريا تتحول انسيستد ميتاسيركاريا. انسيستد ده يعني زي ما تكون تعمقت او غاصت في الانسجه بتاعته، يبقى انسيست ميتا سيركاريا جوه الانسجه بتاعت الكراب. اما الانسان ده ياكل الكراب ده او مستر سلطع ده او السلطعون، او ان حيوان تاني ياكله والانسان يرجع ياكله. طيب فاكر ما قلنا ان في المناطق الساحليه ليه البرازيت منتشر في المناطق الساحليه؟ لان في جنوب شرق اسيا واليابان المناطق اللي احنا قلنا ان البرازيت منتشره فيها بيعملوا ايه؟ بياكلوا السلطعون ده ني وبيشربوا معاه خمره، يبقى اسمه درانكن كراب او السلطعون السكران. يبقى ليه منتشر في المناطق الساحليه؟ لانه بياكلوا السلطعون ني، وايه بيكون البرازيت دي ده اخترقت انسجته فبيبقى بياكلوه ني فبيصابوا بالعدوى، يبقى اسمه درانكن كراب لانه بياكلوه ني وبيشربوه مع الخمره. دي اللايف سايكل. طب ايه، تعالى كده نطلع عناصر اللايف سايكل من قبل ما او دوره الحياه من قبل ما نتكلم. اي البرازيت كانت موجوده فين؟ في اللنج، عشان كده خرجت في شكل بلغم او سبيوتم. يبقى الهابيتات او العضو بتاعنا هيبقى اللنج. طيب ايه الكائن او اول كائن كانت موجوده في البرازيت؟ الانسان. يبقى الديفينيتيف هوست هو الهيومن. طيب ايه العقل الوسيط اللي احنا احتاجناه عشان تكمل دوره حياتها؟ اول حاجه السنيل او القوقع، تاني حاجه الكراب. طيب ايه هو ده ده فيرست انترميديت هوست وده سكند انترميديت هوست. طب ايه هو الطور المعدي او الانفكتيف ستيج؟ هيبقى انسيستد ميتا سيركاريا. ايه هو الطور المعدي؟ هيبقى الانسيستد ميتا سيركاريا. طب ازاي الانسان اتعدى ان هو كل السلطعون ده وهو ني؟ يبقى الانفكتيف ستيج او الطور المعدي انسيستد ميتا سيركاريا. طب ازاي المود اوف انفكشن ان الهيومنز بيكام انفكتد؟ الانسان اصبح او اتعدى بالعدوى دي بعد ما كل كرابز او سلطعون ني ويحتوي على انسيست ميتا سيركاريا. طيب تمام، تعال نشوف عناصر اللايف سايكل. قلنا الهابيتات اللنج او اللي هو العضو عفوا العضو الاول كان في اول عضو فيه البرازيت هو اللنج. طيب هو الكائن اللي كان فيه البرازيت الهيومن. طيب الانترميديت هوست احتاجنا اثنين عائل وسيط عشان نكمل دوره الحياه، السنيل والكراب. طيب الانفكتيف ستيج الطور المعدي انسيست ميتا سيركاريا اللي هو الكراب بعد ما الايه بعد ما البرازيت اخترقت انسجته. طيب ايه هو المود اوف انفكشن او طريقه العدوى؟ ان الاكل اندر كوكد كرابس، ان ناكل السلطعون ني. طيب تمام، تعال نشوف ايه تاثير البرازيت دي على الجسم. في اللنج تيشو او في نسيج اللنج، مش فاكر لما قلنا ان البرازيت دي بتكون على شكل مجموعات، بتكون على شكل حويصلات، يبقى بتكون على شكل مجموعات على في شكل حويصلات داخل اللنج. يبقى في اللنج البرازيت دي بتكون محاطه بسيست وبحويصلات، اما الحويصلات دي بتربشر او بتفرقع بيخرج الاجز في شكل بلغم. يبقى موجوده في شكل مجموعات او حصيلات في اللنج، لما بتفرقع الحصيلات دي بتخرج في شكل بلغم. البلغم ده قد يكون مصدي او في صديد او يكون ما فيهوش صديد. يبقى هي بتكون سابيوراتيف او نون سابيوراتيف. يبقى بتكون على شكل حصيلات في مجموعات، لو الحصيلات دي فرقعت بتخرج في شكل بتخرج في شكل بلغم. البلغم ده قد يكون في صديد او مش ما فيهوش صديد، سابيوراتيف او نون سابيوراتيف. طيب الكلينيكال برزنتيشن او ازاي الشكل الكلينيكال بتاعها؟ ان الاعراض دي الاعراض بتظهر في بكحه شديده، الانسان ما بيقدرش ياخد نفسه من الكحه. فوز بلاد ستين ديسبيوتم، يبقى كحه مع بلغم معرق بدم، كحه مع بلغم معرق بدم. طب ايه اندومك هيموبتايزيس؟ انسان بيكح دم. يبقى ايه الاعراض بتاعتنا؟ ان الاعراض الانسان كحه شديده والبلغم اللي بيطلعه بيكون بلغم بعرق بدم، وليها مصطلح طبي اسمه ايه؟ انديميك هيموبتيزيس. انديميك هيموبتيزيس، يبقى ده انديميك هيموبتيزيس دي ايه؟ دي عباره عن ان الانسان بيكح دم. طيب تمام، تعال نشوف الدياجنوزس او ازاي اكشف عنها. اول حاجه تعال ناخد نقطه نقطه كده. مايكروسكوبيك ديمونستريشن اوف اكز ان سبيوتم والستول، ان احنا بناخد مسحه من السبيوتم او الستول ونشوفها تحت الميكروسكوب فبنلاقي فيها الاكز، فدي اول طريقه ان احنا نكشف عنها. طيب تمام، طب ايه ايه الطريقه الثانيه؟ افيوجن فلويد. افيوجن فلويد دي اور لانج بايوبسي. افيوجن فلويد دي ان احنا الجسم بيعمل اوتو اميون رياكشن ضد البرازيت دي لما بتكون في اللنج، فالجسم بيجمع حواليها ميه عشان او بيكون حواليها سائل حوالين البرازيت دي عشان تجمعها. فما نيجي نعمل اكس راي بنلاقي ان في زي كتله سائله كده على الرئه. لما نيجي نعمل الكتله السائله دي
بنسحب منها فهنلاقي الاكس فيها. طيب تمام. وماتيريالز اركون في الماتيريال، ان الماتيريالز بتاعتنا نقدر نستخدمها. تاني حاجه استرولوجي وانت شست اكس ريز ار سجستيف. الاسترولوجي ان الاسترولوجي دي كمان اللي هي ايه طريقه الانتيجين والانتي بودي، ان انت اما البرازيت دي ما تدخل اول ما تدخل الجسم بتعمل انتيجينز. الانتيجينز دي اول ما الانتيجينز دي بتبقى موجوده في الجسم، الجسم على طول بيعمل اوتو ايمين رياكشن ضدها وبيعمل انتي بودي. ودي طريقه ان احنا نعمل السيرولوجي دي، طريقه ان انت تعرف البرازيت في ايرلي ستيج قبل ما يحصل اعراض، ان انت تعرف او تكون اعراض اوليه تقدر تكشف عن البرازيت دي، لان مجرد ما بتكون موجوده الجسم بيعمل ضدها انتي بوديز. طيب تمام. التريتمنت او العلاج بتاعنا برازي كوانتال. طيب ازاي نقي نفسنا من البرازيت دي اصلا؟ ان احنا بيبقى فيه هيلث اديوكيشن، ان احنا نعلم الناس ان انت او نعلم الصيادين او اي ناس في الميه ان انت ما تفش في الميه عشان ما يطلعش بلغم، او ما تعملش براز في الميه او سطول في البقى في الميه عشان نوقف البرازات دي. طيب تمام. ماس تريتمنت، ان انا اعالج كل الناس اللي عندي. لما انا اعالج كل الناس اللي عندي فالبرازات مش هتكون موجوده اصلا. ومبروف سانيتيشن، ان انا احسن الصحه العامه، اللي هو ان احنا ما نتفش في ميه المجاري او في ميه نهر النيل اللي جاريه، او نوعي الناس او نعمل حملات ارشاديه ان احنا الناس ما تفش او ما تعملش اي عاده سيئه في الميه. طيب كده احنا خلصنا اللانج فلوك بتاعتنا اللي هي الايه الباراجونيمس. نخش على الشيستوزوما اللي هي البلاد فلوك، اللي هي البرازيت اللي بتكون موجوده في الدم. الشيستوزوما ناخد عنها النهارده مرض اسمه ايه؟ اسمه اكيوت شيستوزومييزس. الاكيوت شيستوزومييزس اللي هو المصطلح الطبي بتاعه اسمه كاتاياما فيفر، وده واحد من الامراض الهاي هاي انتيجينك في الجسم، ان هو بيعمل انتيجينز كتير اول ما بيدخل الجسم، وبيعمل ويعني اعراضه بتظهر على الجسم بسرعه، اللي هو الاكيوت شيستوزومييزس، والمصطلح الطبي بتاعه اسمه كاتاياما فيفر. طيب تعال نشوف ايه الاعراض الطبيه بتاعه الاكيوت شيستوزوميزيس، او ازاي او ايه الميكانيزم بتاعته. اديونج ميجريشن اوف الهريزيا لارفا او شيستوزوميول اللي هي الايج بتاعه الشيستوزوما ويزن ذا بالمونري اند سيستميك سيركيليشن، لما تكون ماشيه في البالمونري او في الجهاز او في الجهاز الرئوي او في الجهاز الدوري او في الدم بتعمل ايه؟ بتسكريت توكسينز وميتابولايتس. ان لما تكون الشيستوزوميول او الايج بتاع الشيستوزوما ماشيه في الدم او في الجهاز الرئوي بتسكريت توكسينز ميتابولايتس في الدم، وبتعمل ايه؟ بتعمل لوكال اند الرجيك رياكشنز. يبقى اثناء ما الشيستوزوميول ماشي في الدم او في الجهاز الرئوي بيعمل ايه؟ بيسكريت توكسينز وميتابولايتس. التوكسينز وميتابولايتس دي بتمشي في الدم وبتعمل ايه؟ بتعمل لوكال اند الرجيك رياكشنز، وبتعمل حساسيه والانتيجينز، وبتعمل كمان اوتو امين رياكشن عن طريق ان هي هاي انتيجينك، الانتيجينز كلها بتبقى موجوده وبتعمل حساسيه، فعشان فالجسم بياخد بيعمل اوتو امين رياكشن على طول ضد ايه؟ ضد البرازات دي في اسرع وقت، عشان يقدر يسيطر على المرض بسرعه. طيب ايه هي الكلينيكال بيكتشر بتاعه الاكيوت شيستوزوميزيس؟ اول حاجه ان الاعراض بتاعتنا دراي كوف، الكحه ناشفه ما فيهاش بلغم، ويزنج تحس ان صدره بيزيق، وشورتنس اوف بريز ان نفسه قصير ما يقدرش الناس نفسه ما يكونش طويل، لا نفسه بيخلص بسرعه، وشل وفيفر وهيدك وماليز، عنده صداع وعنده حساسيه ومريض وعك صحيه ويتلوز وزنه بيقل، وارتكاريا بيكون بيهرش كتير، وماركت ايزينوفيليا. الايزينوفيلز بتزيد في الدم، بتزيد في الدم ليه؟ قلنا ان مش قلنا ان المرض ده هاي هاي انتيجينك، ان الانتيجينز بتتكون بسرعه فالجسم بيعمل انتي بودز على طول ضد الانتيجينز الموجوده، عشان المرض ده يعني بيحفز جهاز المناعه بسرعه، فبيقدر يعمل ضده انتي بوديز ويقدر الجسم يسيطر على المرض بسرعه. طيب ايه هو الدياجنوزس او ازاي نشخص المرض ده؟ ان الانسان ويكون عنده هيستوري ان هو اتعرض قبل كده لكونتامينيتد ووتر او لميه مش نظيفه او ميه ملوثه فين؟ في مناطق موبوءه. يبقى اهم حاجه في الدياجنوزس ان الانسان يكون اتعرض لميه مش ملوثه في مناطق موبوءه. والماركت ايزينوفيليا برضو ان قلنا الايزينوفيلز تزيد لما يكون المرض ده هاي هاي انتيجينك. ان شاء الله بعد الفيديو ده مش هتحتاج اي انت تسمع الفيديو بس وتقرا الداتا مره كمان، وتبقى المحاضره اصلا خفيفه ومش محتاجه اي حاجه، يعني ان انت غير تقرا الداتا مره بعد الفيديو ده. وربنا معاكم.